تمام. عبد الله رائع بقى في التلت الامامي في تمريراته الحاسمه، اتقطعت وراحت لعيب الاتحاد برضو. يعني هنا اظهروا الراجل مملش وراح برضو ورا الكوره طيب وجابها. استاذنك معايا كابتن محمد ابراهيم مدير الكوره بنادي الاتحاد السكندري. ازيك يا كابتن محمد؟ ازيك يا كابتن عظيم؟ عامل ايه؟ سلم على الكابتن ربيع والكابتن كابتن عادل محمد. كابتن محمد هارد لك كابتن شريف عبد المنعم. توفيق ان شاء الله في القادم. ازيك كابتن؟ الله يخليك كابتن. وحشنا يا كابتن محمد يعني في الاول طبعا يعني، وهارد لك في هذه المباراه. الحمد لله الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. مباراه من أسوأ النادي الاتحاد. يعني يا كابتن يعني أداء سيء جدا، أداء فني سيء جدا، حتى لو الأداء سيء على مستوى الروح برضه الأداء ما كانش على المستوى المطلوب. يعني أنا قلت إن إحنا أهدينا النادي الأهلي بدون معاناة، ثلاث نقاط مع ثلاث أهداف، مبروك للنادي الأهلي. يعني بصراحة كلام واقعي جدا، كلام واقعي جدا وكلام انا بحترمك عليه وفي صراحه كبيره جدا، لكن ليه يا كابتن محمد؟ ليه نادي الاتحاد ظهر بهذا السوء الفني على حد قولك؟ علامات استفهام يا كابتن حميد، يعني علامه استفهام. يعني انا كناحيه اداريه، احنا الاستاذ محمد بن صلحي مخليهم كل الامور الماليه مستحقات يسال النادي في اي مبالغ، استقرار اداري الحمد لله معقول، تدعيمات بشكل طيب، ده كلام الناس الخبراء، ولكن اداء فني من الجميع مش علم. ايوه كابتن، بقول لك اداء فني مش على المستوى المطلوب من جميع الناس اللي موجوده. يعني الاداء الفني لا يعني ما احنا مستغربين يعني علامات. هل هو اداء فني يعني من جانب اللاعبين ولا اداء فني من جانب الجهاز الفني؟ كله كابتن، كله النهارده، كله النهارده يعني جهاز فني، ولكن اداء لاعبين حتى ما فيش روح، ما فيش حماس، ما فيش ناس عايزه تكسب. لا واضحه في الجيم يعني ان النادي الاهلي بيلعب بكل ارتياح. هو انا كابتن محمد اكلمك بصراحه شويه، يعني كان راي ضيوفي الكرام في الاستوديو التحليلي خصوصا الكابتن عادل قال ان مكيده لو حصل والاهلي سجل في الشوط الاول ما عندوش خطه بديله، وده كلام انا كنت شايفه خطير جدا. هل الكلام ده فعلا معقوله؟ مدير فني اجنبي ما عندوش خطه بديله في حياته انه يدخل فيه هدف؟ لان لما الكابتن عادل كمان والكابتن ربيع والكابتن شريف قالوا لو الاتحاد استقبل هدف هيستقبل الهدف الثاني والهدف الثالث. لا يعني الحته الفنيه دي كابتن حميد انا مش هقدر اتكلم فيها، يمكن ممكن عادل يتكلم فيها او كابتن شريف او كابتن ربيع، لكن انا الحته الفنيه دي مش هقدر اتكلم فيها، دي احتفظ بيها لنفسي صراحه. تمام. يعني انا في النهايه اقول لك ان الاداء سيء لابعد الحدود. تمام. يعني يا كابتن محمد جبتوا صفقات كويسه جدا طبعا، محترمه جدا على رؤيتك الفنيه، وده المعلومات اللي انا يعني بتجيلي، لكن انا سؤال شخصي، ليه ابتعدت عن الحته الفنيه ودخلت في الحته الاداريه؟ لا انا ما ابتعدتش، انا يعني الاستاذ محمد طبعا انت عارف عبد الحميد انت وعادل عارف ان الاستاذ محمد بن صلحي يعني اخ كبير ليا وصديق عمري، هو طلب مني ان انا اشتغل في المكان ده، فان انا اساعد النادي وان انا ابقى متواجد بشكل ان انا اعمل حزم وربط في مع الفريق. ما تاخرتش يعني انا ما تاخرتش في ان انا اكون متواجد في نادي الاتحاد، نادي كبير ونادي عريق، ان انا ابقى متواجد في هذا المنصب في نادي الاتحاد دي حاجه شرف ليا وشرف لاي حد ان هو يتواجد في هذا المنصب. قضيت دوري الحمد لله على قد ما اقدر، على قد يعني تفتي بالناحيه الاداريه. الحمد لله الناس اثنت على الدور اللي انا عملته. أكيد. ولكن انا ما ابتعدتش عن الناحيه الفنيه، انا موجود وان شاء الله يعني ابقى موجود برضو في الناحيه الفنيه لحين ما تظهر اي جديد يعني. اكيد كل اسكندريه عارفه مدى حبك لنادي الاتحاد السكندري كابتن محمد، وكلنا عارفين كمان انت قد ايه شربت من الكابتن طلعت يوسف دلوقتي المدير الفني لسموحه اللي عمل معاه كمان انجازات، فاكيد انت شارب منه كتير قوي وكنت كمان عامل مساعد في نجاحه، فعشان كده بس انا استغربت لما لقيتك بعدت عن الناحيه الفنيه. لكن الكابتن عادل عبد الرحمن عايز يسالك سؤال، اتفضل. لا انا عايز اقول لمحمد، يمكن احنا اتكلمنا من قيمه ثلاث اسابيع او اربع اسابيع، هو يفتكر محمد اتكلمت معاه، محمد صديقي يعني، واتكلمنا في الامور دي،
وطبعا انا بحترم فيه ان هو ما يقدرش يتكلم فيه في حاجات احنا نتكلم فيها وما يتكلمش أكيد. فيها ولكن هو ده الطبيعي يعني انا يمكن انا اقولها وبقولها دايما يعني حتى انا احيانا انا مع المدرب المصري او المدرب اللي هو الشاطر انا نفسي قلت يعني انا استغربت زيك بس انا استغربتها بشكل اخر يعني انا عارف الاثنين انا اعرف محمد ابراهيم واعرف مكيدة لا اصل انا اتكلمت في الحته اللي يعني يعني انا اعرف محمد ابراهيم واعرف مكيدة يعني انا مش بتكلم في حاجه لكن انا اعرف جيدا بالنسبه له اي حاجه انا اعرف جيدا ان الفرق بالفنيات قد ايه هنا وهنا وهنا بس هو الفرق الوحيد اللي هو واحد ببرنيطة واحد عادي مصري فهي دي المشكلة فأنا يمكن اتكلمت مع محمد لأن أنا شفته كتير وعارفه كتير ولكن الكابتن محمد هارد لك ليك يا كابتن محمد الحمد لله يا كابتن وأنا عارف أنت والله أدائك الإداري أنت والأستاذ محمد مصلحي حميد بشكركم ودعمته الفرقة وأرجو بس كويسة وأنتوا لعيبتكم كويسة قوي على فكرة يا كابتن محمد إحنا كلنا بنحب نادي الاتحاد السكندري وأنت عارف قد إيه الأهلاوية بيحبوا نادي الاتحاد السكندري بصفة عامة وعارف إن طول عمر الأهلي والاتحاد دايما بيبقى في بينهم تبادل حتى في اللعيبة وانا كمان لعبت في الاتحاد وبحب الاتحاد جدا وبحب جمهوره وبحب روحه كمان عشان كده وعارف كمان قيمتك انت كمان في اسكندريه فيعني هارد لك يا كابتن محمد وان شاء الله الجاي احسن اتحاد سيد البلد وان شاء الله يكون سيد البلد ان شاء الله يبقى بعيد تماما عن موضوع النزول نورتني وشرفتني يا كابتن شكرا بتهددنا ما انا كمان لعبت في اسكندريه في الاتحاد معظم الاهلي لعب